السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب حمزة الحسيني من جماعة برمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. نحن مشاركين في المؤتمر ولدينا ركن خاص بنا. هدفنا الوحيد أو هدفنا الأساسي هو نشر ثقافة والوعي في المجتمع عن البرمجيات مفتوحة المصدر اللي هنا الأوبن سورس، وكذلك نقدم أو نعرض بعض المشاريع لدينا مشروعين، وكذلك الجيمينج مقر للجيمينج. نشرح مشروعين. المشروع الأول هو عبارة عن سيارة تستخدم الأردوينو، نستخدم فيها الأردوينو ونستخدم فيها كذلك البلوتوث، بمعنى أننا نقدر نتحكم بالسيارة عن طريق البلوتوث. وكذلك المشروع الثاني هو عبارة عن برنامج يحل مشكلة التصاريح الورقية إلى تصاريح إلكترونية.